المتين. والحدث في بيت أبي كنت راعيا غنم أبي يدايا صنعت وأصابعي ألفت المزمار اللي يخبر سيدي هو الرب الذي يستجيب لجميع الذين يصرخون إليه وهو أرسى الملكه ورفعني من غنم أبي ومسحني بدهن مسحته اللي إخوتي حسان وكبار والرب لم يسر به خرجت للقاء الفلسطيني فلعنني بأوثانه هللويا 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 فاستليت سيفه الذي كان بيده نزعت رأسه عنه ونزعت العار عن بني إسرائيل الليل.